عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. توحشتكم برشا. الفيديو هذا باش يكون أن بون مومون نحب نبارتاجيه معاكم. كما تعرفوا على خاطر احنا توا في بريود امتحانات ويقفين لصغيراتنا، ربي ينجحهم ويوفقهم ويكونوا معاهم يا ربي. دونك إن شاء الله تكون فما إفادة في الفيديو هذا حتى لو كانت بسيطة على الآخر. دونك نبدا معاكم الفيديو. ما حاجة كانت عجبتني على الآخر ونحب نجربها على خاطر قعدت في بالي. دونك باش نعملوا امبتي دي اي واي لهنا. كيما شفتوا شديت كابتن قارص كابتن بردين، غسلته مليح مليح، ولهنا حطيته في صحن وصبيت عليه ماء سخون يغلي مدة ساعتين كاملين. نخليهم بعدك الساعتين نعاودوا نفرغوا الماء ونعبيو ماء جديد مع زوز ولا ثلاثه مغارف ملح، ونعاودوا نحطوا هيك كعبات القارص ولا البرقدين ونحاولوا نغسلوهم مليح مليح. لهنا بما اني باش نحضر القارص خليت الفور متاعي يشعل على اقصى درجه باهي يسخن على الاخر، معناتها اقوى نار فيه. دونك وبعد تعديت كعبات الليمة متاعي والبرقدين نغسل فيهم نحكهم كيما قاعدين تشوفوا بالماء والملح. دونك علاش عملنا الخطوه هذه؟ خاطر الماء سخون يخلي لون كعبه البرقدين هكا تولي منعوشه اكثر. شوفوا هذايا لهنا اللي في يدي اليمين كعبه برقدين عندي، وهذه اللي قريبه لكم لهنا هي اللي صبين عليها الماء سخون وقعدت ساعتين. شفتوا كيفاش لونها مفرشك محليها؟ معناتها احنا عززنا اللون نتاعها بهيك الماء سخون. دونك باش نقص لي دو كوتي كيما شفتوا. والاستيوس اللي لازم نعملوها هوني باش تنجح لنا الريسيت انه لي غونديل نقصوهم جويدين على الاخر. على قد ما نقصوا جويدين على قد ما فيسع فيسع يشيحوا يولي منظرهم ياسر حلو. تو نقول لكم في شنو تنجموا تستغلوها. لهنا قصيت دي غونديل كعبه مسويه، كعبه معوجه، كعبه منقوبه، كعبه قد محليها مزيانها. دونك انا من بعد هذا الكل باش نختار الكعبات المامو، معناتها الكعبات المزيانين، نكملوا نقصوا البرقدان نتاعنا. دونك نعاود ونقول راهو لازم دي غونديل يكونوا جويدين على الاخر. على قد ما على قد ما تكون، وميم تو ما نحاولوش هكا معناتها نفرعصوها، فهمتوا؟ هكا نقصوها مزيانه باش نجيبوا طبق فيه بابي كويسون، وباش نحاول نقص كعيبات البرقدان نتاعي. هوني تحطب كعيبه برقدان زيدا لونها احمر هكا ياسر مزيانه. فرحت على الاخر على خاطر باش تعطيني الوان ياسر مزيانه كيما شفتوا لهنا. شادي تطبق فيه بابي كويسون والفور نتاعي قاعد يسخن. تينا رونديلات البرقدان، وتوا نفس الطريقه زيدا باش نتعداو الكعبات القارص. لهنا كيما لكم بنفس الطريقه كيما قصينا البرقدين نقصوا رونداليت القارص لهنا. نحاولوا هكا يعني نسمحوهم بين يدينا، ما نقصوهاش معناتها لين تفسد. به هوني الفور متاعي طفيت عليه بالطبيعه، مش باش ندخلوا البرقدين يشيحوا هو على نار معناتها قويه خاطر يتحرق. دونك نطفيو على الفور نتاعنا ونخليه هكا يدوب نفجج شويه باش هيك الوهج السخون يخرج. باهي احنا توا باش هكا نعاودوا نسويو كعبات نزيدوا كعبات السيترون. قصيناهم رونداليت وشوفوا كالمنظر محليه قديش يشهي. لهنا من بين حطيت انا رونداليت القارص، الفور نتاعي هكا يكل الوهج السخون اللي يعرضك على الاول هذاك تنحى. دونك ندخل الطبق نتاعي ونسكر عليه بالطبيعه. شوفوا محليه معناتها هكا الفور نتاعنا سخون راهو، اما طافي ماهوش قاعد يخدم خاطر احنا لهنا عمليه تجفيف سريعه. نمشي ونتفقد وقت اللي نشوف انه الفور نتاعي معناتها ابرد، نعاود نخرج اللي نعاود نحلو على الاخر، نعاود نسخنه معناتها ونسكر عليه. لو طون هذاك نشوفوا كيفاش هنا بدا يشي حكا بدا معناتها يلصق البعض هكا تتجبد الكعبة السنتر نتاعها معناتها، فهمتوا؟ شوفوا كيفاش. ولهنا باش نحاول نقلبهم الكل خاطر الجهة هذيك شاحت، الجهة الثانية قاعدة زالت فيها العصير، نحاولوا نقلبوها معناتها. دونك هكيكا كل ما نخرجوا نقلبوا، كل ما نخرجوا نقلبوا. لهنا الفور نتاعي سخن، نطفي عليه كالعادة، نخليه ينفجر شوية يخرج منه هيك الوهج السخون. اي انسيد سويت نكمل نفس المرحله، نعاودو ندخلو حاسيلو لازم وساع بال، اما هوني اضمن وخير خير من يقعد يشيح لبرا وغبره وكل شيء. هذه المرة الثانية كيف خرج من الفور، زيدا كيف كيف نحاولوا ديما نكملوا نقلبوا. كما قلت لكم راهو على قد ما تجودوا على قد ما هو يشيح في ساعة. هذه المرة الثالثة شوفوا كيفاش خرج. هوني في المرحلة هذه تنجموا تخليوها هكا اللون هذاك، شوفوا محلاها على خاطر تنجموا تزيدوه للتيزانة، لكن أنا كملت نشيحه على خاطر حبيته للديكور أكثر.
فهمتوا؟ بون شوفوا محلية هكا في الديكور، تنجموا زادة تحطوا كيف كيف زادة التزانة. أما في المرحلة اللي وريته لكم السابقة خير، خاصة البريود الصيف مع نيش بروكدين، دونك ينفع برشا نستحفظوا عليه في بوات إغميتيك بالبابي، معناتها بابي ملفوف وهو في وسطه. دونك وين ما حاشتنا نجبدو نرميو كعيبة في كويستي ولا في كيس تيزانة يسر طحون. لكن كيف تحبوا تعملوه كيف ما عملتو أنا، دونك راهو لازم يرجع يشيح شوية. شوفوا كيفاش لهنا يخرج يهبل يسر مزيان هذا اللون اللي حاجتي بيه. دونك للديكور اكثر شيء، وبعدين انا زادت نجمو تستغلوه زادة للتزانة رميتك عيبة تنشوفو من بعد عملت تي ام فيزيون زادة ورميتك عيبة لهنا. هذه راي استيوس دي اي واي، نجمو كيما تعملوها للديكور تعملوها تستهلكوها معناتها راهو كيف ما تحبو. فوالا توا باش نتعداو نعملو بالخف قطوة لهنا، مش رسيت من عندي باش نعطيه لكم بويسك انه الوقت ضيق على الاخر. والله الحقيقة حبيت نبرتاجي معكم لأكثر ولأقل دي بون مومون، ما تحبيت نصور لكم هالفيديو هالمتان وش الصغرون هذية، وباش ما نغيبش عليكم ونطير وحشة على خاطر غسرت امتحانات توا تعادى الأسبوع الأول، مش نتعداو الأسبوع الثاني وربي يستروك. قلت لهنا الجاتو مع الفطور الصباح عملتها كل شيء حاضر، البيبيتو شوكولا يجي مع الباكو، البريباراسيون صبيتها في صحن، هوني ناخذ شوية من البريباراسيون البيضة نرميها في الشوكولاتة ونحاول هكا نغلف بها البيبيتو شوكولا باش هكيكا نضمن أكثر إنه كعبات البيبيت يقعدوا هكا مرشقين في وسط الكيك ما يهبطوش القاع اللوطة. لهنا الرسيت راهي مكتوبة في الباكو، أنا يعجبني هذا ديما نجربه راهو يسر بينا الجاتو تخرج. الطبق متاعي دهنته بالزبدة تكون بحرارة الغرفة، البريباراسيون حاضرة، 3 كعبات عظم، 50 ملي حليب و 100 غرام زبدة أكهو. خلط المكونات الكل بالخف معناتها فيت في باش ما نقعدش بنقص وقت في الكوجينة ونتلهي بوسيم الحقيقة، خاطر برشا 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 شارج. ربي يكون في عوننا وعون كل أم عندها صغيرات تقري فيهم بالحق، خاطر مش سهل حتى تعرف إنه بعد الضغط هذية والظروف اللي نعيشوا فيها وامتحانات وشارج كبير متاع قراية، الحقيقة ربي يعطيكم القوة. هذه أكثر حاجة نحب نركز عليها في الفيديو هذية، إنه ربي يعطيكم الصحة والقوة وتقوموا بصغيراتكم وإن شاء الله تلقوا نتيجة تستاهل بالحق تعبكم وتعب صغيراتكم. هذا شنو نجم نقول، ما يسالش تعدى اليسر مازال شوية أسبوع نكملوه، راني كيفي كيفكم وبإذن الله نرجع لتحذيرات رمضان والجو متاع رمضان، وإحنا فرحانين به بقدوم الشهر الفضيل وفرحانين بنتائج متاع صغيراتنا. ما يسالش أسبوع ويتعدى بإذن الله سلامات. دونك لهنا البريباراسيون كما شفتوا كيفش حضرتها، حطيتها في الطبق الجاتو في المول معناتها، وهيك البيبيت الشوكولا قسمتها في زوز، نص حطيته في وسط الكيك والنص الاخر بالطبيعه باش نزين به البرة، نطيبوها على فور 160 درجه. دونك فوالا هذه الكيكه نتاعنا حضرت باش نقصوها ونحطوها في الطبق نتاعها. هذه حاجه ارتحت منها الفطور الصباح، الله غالب نلتجأ للحاجات الحاضره وقت اللي نبدا مغسوره. اي فوالا نوصل معكم لاخر الفيديو. كيما شفتوا لهنا كويس التاي اللي باش نحضره باش نمشي ندخل نترشف نرتاح ساعه
باش نلقى القوة والطاقة اللي باش نقاوم بيها من بعد في المراجعة. وكا يعني تا ما تلومونيش المرة هذه على خاطر غبت عليكم تحذيرات رمضان وكل شيء، يعني فسرت لكم شنية الأوضاع. دونك الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يا ربي نلقاو نتائج ياسر مزيانة. لهنا البريد متاعي هذي ما يطيبش، والآخر اللي كان يغلي على الغاز بالطبيعة يطيب، واني بما أنه الماء سخون نحاول نصب شوية نخلي البريد الثاني هذي معناتها يقبل السخانة هكا ويتحمل السخانة اللي ما زالت جاية. دونك هيك علاش نصب شوية في الأول نحركه، ومن بعد نلحق الكمية الثانية متاع الماء، نذوب التاي متاعي، ولهنا هيك الكعيبات القارس نجمو نستعملوهم في المرحلة هذه. معناتها إذا كان ما تعملوش تاي انفيزيون تنجمو في التيزانة، معناتها شوية أعشاب رونديلا قارس باش نحطها في الكيس نزين بها مع كعيبة شوش ورد يسر تعطي منظر مزيان، وبنا حتى شوش الورد في التاي انفيزيون هذه، ولا كسوسوا في التاي ولا في تيزانة ياسر بنين، ونحط رنديلة زيادة مع كويس التاي هذيك. إيفوالا تشربوا بالصحة والعافية. دونك كهو هذا آخر اللقطات الأخيرة ما قبل نهاية الفيديو. نخليكم ونبوسكم برشا، ونطلقوا أكيد في برشا زين وبرشا أمبيونس تستنى فيكم، شي يعمل الكيف والله. جست نكمل هالجمعة هذية، وإن شاء الله نرجع لكم في فورمة وبرشا برشا. ما تزبيوش القناة، أبوني وكان ما زلتوا، ويوصل لي برشا ما قلتش الجملة هذه. توا كحو يزي مهريت، خليكم في أمان الله، هنبوسكم برشا، وباي باي وبسلامة.